السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. اليوم عندي لكم فيديو بغيت نشارك معكم خرجه في مرجان. كما كتشوفوا في البلاصه ديال منتجات اللحوم كنشوفوا هكا الصوصات، الكفته. المهم الاثمنه شويه طالعه على حسب شنو انت بغيتي، واش الكفته ديال الصوصات، واش الكفته يا ربي ديال الدجاج ولا ديال اللحم. المهم الاثمنه على حسب كل نوع. المهم كما كتشوفوا مجموع ديال الاشكال ديال الدجاج والدواجن، يعني دايرينهم دوك لا شابلوغ، الصراحه عجبوني بزاف. وما كما كتشوفوا الاثمنه من 55 79 29، داك كوكليطات صغارين هادو ما عرفتهمش انايا، ما قريتش داك اللائحه اللي دايرين تما. زوينين كيبانو، كيشهيو الصراحه، بحال هادوك ديرهم في البانيني وتاكليهم كيجيو زوينين. ان شاء الله نجربهم. دجاج مشرمل بالزعتر، كاين اللي مشرمل ب هكا بدك سميتو اليازير، بحال هادو ديريهم هكا تشرمليهم هما مشرملين، يا اما تاخذيهم هكا مشرملين، يا اما هكا تشرمليهم انت بنفسك، تخليهم الفران ديري معاهم، ترفقي معاهم هكا خضر مسلوقه مشرمله كذلك، كتجي زوينه. دابا كناخذو في الكفته اللحم و الصوصات ديال الدجاج. صراحه ولا كيعجبني الصوصات ديال الدجاج، عندو واحد النكهه زوينه. ان شاء الله غادي ندير بيه سباكيتي كما كتشوفوا في البدايه ديال الفيديو، كما شفتوا غادي ندير بيه سباكيتي وغادي نشاركها معكم ان شاء الله فيديو الجاي من بعد. مهم تسارينا، خديت شي اغراض كانوا ناقصيني، لقيتو عامر الصراحه مرجان. هو الصراحه كيكون فيه اثمنه شويه طالعه مقارنة مع أتقدو، أتقدو تتكون فيه المنتجات اللي فيه شوية ناقصة في الأثمنة، على حسب هو كيبيع بالجملة. يعني كثرية الناس كيمشيو يتقدو اللي عندهم الحوانات، كيمشيو يتقدو بالجملة، السكر، الزيت، أتاي، داكشي هما اللي دايرين. ودابا غادي ناخد السكر، هذا الرز كلاصي كيتحتاج وكنبغيه أنا بزاف. ان شاء الله دابا ندير به واحد الاكله الصراحه تقدري ديريها في، يعني هو كيكون مع الدجاج تقدري ديريها في الغداء يا في العشاء. جربتها جات غزاله ما تشبعوش منها، واحد النهار راني درتها تعشينا بها وتغدينا بها الغد ليه، غزاله بنينه. ان شاء الله ندير شي وقيته ونبارطاجيها معكم كيفاش كيتم التحضير ديالها. بالنسبه لهنا كاينين الزرارة، الزنجلان، يازير، لويزا، كاين زرعة كتان منقي، الزنجلان منقي. مهم مسهل عليك الوقت. وشفت هاد الرز بسماتي الصراحه غزال، جاي من الهند الصراحه زوين، يعني ما درت فيه راسي غير بغيت نوريه لكم. وهنا واحد الجهه ديال الحوت، فواكه البحر كما كتشوفوا الخوفات 2479 درهم، داك الخوفات الصغير غالي شويه، وخوفات غوايال والمحار و 119 بالنسبه للكالامار. يعني الاثمنه طالعه الصراحه هنا في مرجان، ولكن بعض المرات كيدير شي بروموسيون صراحه خاصه بنادم يجي فيها وصافي. هنا الجهه ديال الطون، كتعجبني هاد الطون ديال، كاين واحد الماركه كتعجبني ولكن ما لقيتهاش، هذا ديال جولي، كاين ماريو،
غادي ناخذ انا هذا ديال الزيت وديال المطيشه، وهنا البلاصه ديال لي شامبينيون معلب. الصراحه مرجان فيه ما يدار، خاصو غير الفلوس كيكونوا فيه داكشي زوينين. قلت خارجه نوريكم كيفاش داير هاد المرجان ديال طنجه. كما كيقولوا طنجه هي العاليه، عاليه نيت على عاليه هي نيت، واثمنه فيها عاليه. الغلا تبارك الله هنا في طنجه. كما كتشوفوا مجموعه ديال الانواع ديال الطون كاين هذا، كاين لي شي حاجه بحال ديال السبانيه ما عرفتش. هنا ديال الخل، كاين خل التفاح، يعني متنوع. شامبينيون مجموعه ديال هنا حب الملوك حتى هو معلب. وغادي ناخذ هذا لو بيبي دو شوكولا. زوينين كيعجبوني هكا في الكاب كيك، كيجيو في الكوكيز، يعني نتقداو تقضيه خاصنا، وان شاء الله نقضيو بها شي وصفات. هنا البلاصه ديال الشوكولات، شوكولات نوار، شوكولات البيض، يعني كاين انواع بزاف منهم. خديت الخمارات ايديال. وبالنسبه انا ما كانش قبل، ما كنتش كنشوف انا هاد الدقيق ديال الكنز، ودابا بان ليا وخديته. يمكن كان 57. زايدين معاه 1 كيلو بروموسيو زعما. وهنا بلاصه مواد التنظيف لي برودوي شيميك. كما كتشوفوا كاين اوني ديال السائل اولا المعجون ديال الطاسه. هنا كاين فيري. صراحه فيري كنت جربته واحد النهار غزال. اوكي يعطي داك الرغوه عاليه، وقلت نجرب هاد ميو حتى هو تيبان زوين، بان ليا وخديته. جرب انا هاد اوني، يعني اوني كان زمان الصراحه حتى هو زوين. بنادم كيمشي على حساب شنو كاين، على حساب الوقت، كل مره والجديد. وصاني كروا وجافيل ضروري هادشي. ولقيت بحال هكاك البروموسيو ديال مايفين ومايزينا ولا كريم شونتي العاديه، خديتهم. وبالنسبه لهاد الباك ديال النيتواياج ديال الماكينه ديال الحوايج، الماكينه الاوتوماتيك ديال الحوايج، يعني انا الصراحه مني خديتها ما كانتش طايحه لي على البال انها خاصها نيتوايا. هي كانت بالي
ولكن ما ديتهاش فيها مؤخرا، بدات كتبان ليا كبجناب تيخرجوا شويه ديال الماء، قلت يمكن على حساب التنظيف خاصة تنظف. وهنا بلاصه ديال الزاج، بلاصه الكيسان، الطباصل عندهم داكشي زوين. غادي ناخذ هنا كيسان ديال العنبه، كانوا عندي ناقصين وكيعجبوني الصراحه كيسان ديال العنبه، يعني كلشي كيعجبهم كيسان العنبه معروفين، كيصلحوا للطبخ، طيبي بهم، ضيفي بهم. كما كتشوفوا القياس كيف داير، يعني ما خديتش انا داك الصغارين حيت كاين داك كيسان العنبه كيكونوا صغار، انا خديت العاديين. شوف هاد الطبيصل شحال فن، عجبني بزاف هاد الطبيصلات، خرجوا في طوندونس دابا جدادين، كيجيو زوينين في الحطه وفي الطبيله كذلك، حتى كديكوري بهم الكوزينه ولا الطبيله ديالك ولا صاله مونجي كديكوري بها كتجي زوينه. كما كتشوفوا مرجان فيه ما يتشاف، شوفوا الطبيصلات بالنسبه ل كيحطوا هكا طاكوس ولا شي حاجه كتحطي في داك اللعيبه الصغيره، بيضه كتحطي فيها هكا شي صوص ولا شي حاجه، العلم لله يمكن عندها شي طريقه اخرى ديال الاستعمال ما عرفتش. وحتى هاد الطبيصلات حتى هما عجبوني كما كتشوفوا زوينين، وهادو حتى هما خرجوا بزاف، كاينه ب 1300 يعني لتحت ما شفتش الاثمنه مزيان، حتى هما خرجوا زوينين، تيجوا زوينين حتى هما في الحطه وفي التقديم. هذيك اللي دايره الفوق حتى هي دايره ب 1300 ريال. وهنا بالنسبه ل جينا نشوفو أمورة الصغيرة شي لعيبة زوينة، كتشوفو كاين بزاف ديال الألعاب وغالي الألعاب هنايا في مرجان، كاين الغلا وداكشي فين وهادي ديري كنا شنا داك النهار شنا عليها ديناش ليها ديناش كتبقى تخشي من هنا، ولكن دايره 4000 ريال وكتسرسر تدي الصوت. ولكن راه كي لا نساو ليها ليكوش كيفاش ناخذ لها من هنا. ودابا ان شاء الله غادي نبدا نحضر معكم عشيوه، جيت منعاود لكم جيت مدقدقة عيانه، قلت ندير غير سباكيتي دغيا بالصوصيط ونحيد، جيت يلا صليت وكان عليا العصر والمغرب والعشاء ما نعاودش لكم جيت عيانه. مهم ناخذ القياس ديال السباكيتي نضيف عليه شويه ديال الملح، اي واحد عارف طريقه التحضير ديال لي بات، شويه ديال الزيت ونعمروا عليها القياس ديال الماء ونخلوها طيب. ودابا غنحضروا الصوص ديال السباكيتي، غادي نحكوا واحد جوج مطيشات نحيد منهم الماء، وغادي نحكو معاهم ثلاثه الفصوص ديال الثوم، وشويه ديال الربيع، و
وبالنسبه للسوسيط خديته ب 19.92، يعني جايه 400 ريال. زوين، كيعطي واحد النسمه زوينه. بالنسبه لي بات ولا اي حاجه بغيتي ديري فيها ولا تشرملي تشحري هكا كيجي زوين. دابا نقطع الطريفات نحاولوا نفصلوهم. كتقطعي طريفات القياس اللي بغيتي نتيا، ضيفوا واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق وشويه ديال زيت العود ونديرهم يتشحروا على نار ما تكونش مهيله بزاف. مهم ناقصه شي شويه باش ما باش يطيب لهذا السوسيس في خاطره وكلشي يطيب في الخاطر ديالو. شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم البلدي اولا الخرقوم عرق وسكينجبير ونخلطوهم مزيان. كل واحد كيفاش كيبغي يحضر الصوص ديال السباكيتي لي بات اي نوع. ونضيف صوص طوماط مطيشه ديال الحك خلطتها مع شويه ديال الماء وصافي. بديت كنخلط الكل مزيان وندير معاه واحد معلقه مع مرش ديال السمن باش كيعطينا واحد البنه زوينه لي بات. ونحاولوا نخلطوهم مزيان مزيان باش يدور لينا السمن على لاصوص كامل. ونخلطوهم ونخليهم يتشحروا ومره مره نقلبوهم هكا ونخلطو حتى نشوفوا الصوص راه طاب. كما كتشوفوا هنا راه بدا تيطيب ليا. وبالنسبه للمشتريات اللي بغيت نشاركها معاكم، كما كتشوفوا خديت الذرة، خديت الطون ديال المطيشة، الطون ديال الزيت، يعني جافيل، اتاي، كلشي باين، اوني، ساني كروا. بالنسبة لهاد الستار اولا الخامية زوينة كتصلح انك هكا كديرها في البيت ولا في الباركو ما كيدخل لينا الضوء بزاف للبيت النعاس. زوينه الصراحه عندهم، كنت بغيت ناخذها في الرمادي يكون مغلوق شي شويه ما لقيتش حتى هاد اللون القهوي جا زوين غزال. كنشكرهم الناس بزاف هادو اللي كيتباعوا في مرجان. وهذه ديال النيتواياج ديال الماكينه اوتوماتيك وماي فينو وكريم شانتيي كما قلت لكم وبودره ديال نيسكويك الشوكولا الحلو. وانا خديت الذره معلبة وشامبينيون كذلك ان شاء الله غادي نديرو في البيتزا ان شاء الله. دابا نبارطاجيها معاكم كيجي حتى هو زوين. وما نساوش ريوسنا، خديت كريم ديال دوف او هذا الديودورون ماشي ديودورون اش كيقولوا ليها مشات لي على البال، نيفيا ديال نيفيا بيرل اند بيوتي تاع هي زوينه كيشكروها الناس بزاف. وهذا بحال الغرانولا هكا ديال الشوفان زوينه مع طريفه ديال الشوكولاط خديتها للبنت ديالي
وهاد البيبيت دو شوكولا تا هما زوينين ديال ايبلي اقبال تا انا ايبلي ديال اقبال وهذا الصوصيط والكفته والخمارات والكيسان تاع العنبه وطونيك بالنسبه للبنيته اريال. وخديت اهم حاجه فهادشي كامل هو هاد الدراب ديال الضو اللي كنت كنستناه شحال هذا. يعني هذاك خديته من الالكترو بلانيت. وبالنسبه خديت الكنز ديال الدقيق ديال الحلوه والروز والملح وضوف. يعني ضوف جات معايا انا كنستعملها بزاف كما كتشوفوا. هذا هما الطراب اللي خديت. يعني الثمن ديالو ب 300 درهم يعني ماخ ديال اسبانيا. وهذا يعني وعندو الكارانتي ديال عامين. زوين بزاف كما كتشوفوا. قال لك حتى هادوك بحال ديال كتعجني بهم كعجينه ديال البيتزا. صراحه كان ناقصني هو. كنت باغيه بشحال هذا. خديته من الالكترو بلانيت حتى هي عندها داك الشيء زوين. نتمنى انه يستقل لينا ويدوم. الحاجه خاص الانسان الا خدا خصو يتهلا فيها. انا الصراحه الحاجه كنتهلا فيها تنديرها في عينيا. ولكن المكتب كيتصرف. هادشي ديال الالكتريك البنادم خاصو يحدي معاه شويه. وكما كتشوفوا هذه هي هذه السباكيتي. وجد الصوص ديال هذا الصوصات كنضيفوا لها كشويه ديال الربع الاضافه واختياريه. جات بنينه بزاف. كنتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير وتشاهدوا هذا الفيديو نتوما في احسن احوالكم ان شاء الله وبالصحه والراحه. ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. تسناوني دائما على قناه ام اميره شانيل. دائما الجديد معايا. دائما ما غاديش تملوا معايا. وبالصحه والراحه. مع السلامه والى وصفه لاحقه ان شاء الله.